طارق كان بيحب شغله هنا في الاوتيل قوي. ما لازم يبقى بيحب شغله، اكيد كان بيقبض قد كده. مش شايفه قصر عبد الدين اللي هو شغال فيه ده؟ لا هو انا ما اعرفش كان بيقبض كام، بس هو كان بيحب شغله فعلا. المكان ده ما فيهوش حمام. انا قلت 100 مره البول بتاع الاطفال يفتح الساعه 9 بالدقيقه. انا اسفه يا مدام نادين، بس عمال البسين هم اللي بيجوا متاخر. يبقى تمشيهم وتجيبي غيرهم. مش معقول كل يوم الماميز هيفضلوا ملطعين ساعه في اللوبي علشان العمال مكسلين يصحوا بدري. حاضر يا مدام نادين، انا هتصرف. اتفضلي. أسد. هاي فرح. هاي. هاي حمزه. حمزه يا استاذ. هاي حمزه، ازيك؟ كويس؟ كويس. هو في حد يشوفك وما يبقاش كويس يا استاذه؟ حمزه كنت عايز التويليت، صح؟ هتمشي كده في يمين على طول هتلاقيه. الزهرة مش فاكر حاجة خالص خالص، وبقى شخص تاني خالص غير طارق. ده شخص همجي قليل الذوق متحرش. ده متحرش فعلا، ده بيشرط الموظفين بتوعي. هو كده طول الوقت فاكك قوي مع الستات. طب هو اشمعنى مش فاكك معاك انتي بالذات؟ لا هو فاكك، انا مش عايزاه فاكك ومش عايزاه اصلا، انا عايزه طارق. بصي يا فرح، انا واثقه انك هتعرفي تتصرفي وان شاء الله الذاكره ترجع له ويبقى كله تمام. ربنا معاكي. بصي انا هروح اشوف اللي ورايا وارفض الموظفه دي وارجع لك. ربنا معاكي. يا ترى فرح فعلا هتعرف؟ ما تيجوا نشوف. با دول شوية حاجات من حاجات طارق، المرة الجاية هجهز لك حاجات بقى. وده ايه ده بقى؟ دي شهادة نجاحك في دبلومة الإرشاد السياحي اللي انت امتحنتها قبل ما تتعب على طول. إرشاد سياحي يعني؟ غريبة. ليه؟ ايه الغريب في كده؟ هو ايه اللي غريب في كده؟ شغلانة ممل. صوت ليه بس؟ كان عايز يتفرج له على كام شاسي انجليزي. لا هو طارق ملوش في الحاجات دي خالص. امال ليه في ايه لمؤاخذة؟ لا انا قصدي كان محترم، ما بيفكرش بالطريقة دي. كان محترم. يا ريت بس الحاجات دي نبقى نفسرها. انت بتعمل ايه؟ حمزة ما تحتفظ بيها للذكرى، يعني ذكرى حلوة. لا خليها معاكي. وده ايه ده كمان؟ دي صورة نمرة عربيتك. عربيتي انا؟ انا عندي عربية؟ ودي ماشية قد ايه؟ كان عندك عربية. وانا صورت الصورة دي للذكرى قبل ما اتزنق في فلوس واضطر ان انا ابيع العربية واصرف فلوسها كلها. نعم يا اختي؟ بعتيها يعني ايه؟ وبعتيها زي ما هي ولا بعتيها نصين؟ هو انت بتتكلم في ايه؟ على فكرة يا طارق، على فكرة يا حمزة، انا كنت مراتك ساعتها، يعني ده ورثي حقي. طب يا ستي البياف في حياتك، شكر الله سعيك، ما نجلكيش تاني في حاجة وحشة. المهم انا دلوقتي حي، هنتصرف ازاي؟ نتصرف في ايه؟ ما تقول انت عايز ايه؟ فهمني. طيب انا هقولك على حل حلو قوي. احنا نقسم البلد نصين، ده حل يرضيني ويرضيكي. نص الفلوس اللي خدتيه حلال عليكي والنص التاني بتاعي. حمزه انت بتهزر صح؟ بصراحه شكله كده مش